قولوا لي بقى مصاريف الشهر اللي مش عايز يخلص ده ايه؟ اتفضل. اوكي، اكتب عندك 500 جنيه مستلزمات السلع الأساسية. ايه 500 جنيه؟ ما كانوا 300 جنيه الشهر اللي فات يا رانيا، ايه اللي زودهم؟ يا بيبي ما انت مش واخد بالك ان الاسعار في ازدياد مستمر. يا سلام، يعني الاسعار في ازدياد مستمر على المتجوزين بس؟ على الناس كلها يا حبيبي. اكتب يا ابن اكتب، الله يكون في عونك. دعواتك والنبي يا ماما. بص بقى، 400 جنيه دروس خصوصيه لبنتك ياسمين. 400 جنيه ليه؟ انت هتقبض المدرسين السنه كلها؟ هو انا ناويه يعني غاوي اشرح لك كل حاجه كده؟ ده مفيش اي معلومات خالص. بص يا بيبي، ما هو لما يحصل ارتفاع متزايد في السلع الاساسيه بيضطر المدرسين العاملين في الدول النامية ان هم يزودوا اجورهم علشان يتوائموا مع اللي حاصل، وده صح لعلمك. يا سلام، وانت متعاطفة قوي مع المدرسين الخصوصيين. طب ما خليهم بقى 500 جنيه بالمرة، اهو تجوز عليهم الصدقة من وجهة نظرك. يعني انا غلطانة ان انا نبهتك؟ ماشي عم المنبه، ماشي كملي كملي. طب خد عندك دي بقى 100 جنيه زبالة. 100 جنيه زبالة ليه؟ وانتوا لازم تجيبوا زبالة غالية، ما الزبالة الرخيصة مالية الدنيا والناس كلها بتاخد منها يعني. الله يكون ينفعونك يا ابني. اكتب يا ابني اكتب. يا ماما وانا بكتب مذكرات يا ماما. بيبي اوعى تنسى بقى 350 جنيه كوافير. كوافير 350 جنيه ليه؟ ليه يا رانيا؟ ليه يا رانيا بتحلاقي عند مين يا رانيا؟ ما انت بكتيرك بتحلاقي عند حلاق. اخس عليك يا بيبي، شاهدين يا جماعه شاهدين، انا رانيا اللوحي بتحلق عند الحلاق. عشان خاطر رانيا اللوحي اكتب يا ابني اكتب. ماما انا ملاحظ ان الورقه دي مضايقاكي، وادي الورقه اهي ومش كاتب اي مصاريف خلاص. حرام عليك يا بيبي كده، بتقطع الكوافير من الورقه بتاعتك. وتضامنا معاك يا رانيا، انا لعلمك السنه دي كلها ان شاء الله مش هحلق عند الحلاق خالص. ها حد عايز حاجه تاني؟ في اي طلبات تاني؟ ايه يا حماتي انت ايه قاعده سايبانه كده؟ وانت مستمعه النهارده وبس ولا ايه؟ نو جامي يا عاد، لكن انا بقرا حته الدين خبريون في الجورنال، انما جديد لانجوس. ايه يا مامي خبر عن ايه؟ يا فنانين عايزين وطالبين بودي جارديين علشان ياخدوا بالهم منهم، وباتمانات خيالياتوس خالص. مش كاتبين هيدفعوا لهم كام؟ لا ما هو بقول لك اهو ان هم هيدفعوا لهم اتمان خيالياتوس. خيالياتوس؟ انا حاسس ان يعني الحكايه دي هتطلع بعد كده خيالياتوس علمي، يعني خيال علمي. لا يا عادل، هم كاتبين اهو العنواتات بتاعتهم والتليفوناتوس بتاعتهم، وبكره هيبتدوا يقابلوا النساسوس بتاعتهم. النساسوس؟ والله ده تبقى فرصه كويسه جدا. يا جماعه اطمنوا كده، ان شاء الله مشاكلنا هتبتدي تتحل كلها بما فيها مشكله الكوافيراتوس بتاعتي. ليه يا بيبي، هو انت ناوي تشتغل بعد منتصف الظهر في مكتب البودي جارز دول؟ ابني راجل ولازم يتعب نفسه. اتعب يا ابني اتعب. وانت عندك لا اما اتعب يا ابني اتعب، لا اما اكتب يا ابني اكتب، كل حاجه منها اتنين، ما تخليها واحده بس، وفري يا ماما. انا فهمت انا كده، انت عايز تعمل، انت عايز تستغل مواهبك المدفونه كبادي جارد سابق واحلامك الشبابيه في ان انت تتعايش مع الارتفاع المزمن للاسعار اللي حاصل في المجتمع الغربي. برافو عليك يا رنا، هو ده اللي انا بفكر فيه فعلا، لان فكره ان انا ابقى بودي جارد دي بتراودني بقالي فتره طويله جدا، بس ما كانش فيه فرصه، والحمد لله الفرصه جت اهي. ايوه يا عادل، بس هنا مكتوب ان المقابلات الساعه 5 بالليل. الساعه 5 بالليل دي سهله جدا يا جماعه، انا ممكن اسيب البازار واروح على المقابله، اخلص وارجع البازار تاني، مفيش مشكله. الله، بيبي انا معجبه بيك، وبعد كده ان شاء الله هسميك بودي. يا رب تبقى بوجي قد الدنيا يا رب. بوجي عاجبك كده يا طمطم؟ يخرب بيك، ولا 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 ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت فاكر نفسك في الغيط يا هبل؟ ايه اللي انت بترشه ده يا لا؟ بص يا دولا، اصل في تمثال ان هو بيلم الناموس يا دولا. ده صوتك انت اللي بيلم ناموس يا هبل. يعني فكرك يا دولا ارش على لساني مثلا؟ لا، فكري تقطع لسانك وتريحني وتريح مصر كلها يا رمزي. برضك يا دولا انا شاكك ان التمثال ده يا دولا هو اللي بيلم الناموس. بص عينيه كلها مكر. سيبك من مكر التماثيل ومن هبل الحمير وركز معايا، تعالى عايزك في موضوع. ماشي يا دولا، قول يا ابن عمي، قول يا عم. انت كده يعني ايه الحماس انا شايفه في عينيك اهو؟ قول لي بقى انت متحمس ليه كده على الصبح؟ متحمس يا ابو مخ مشوي. المهم يعني تعرف بودي جارد؟ لا يا دولا بصراحه يعني انا ما روحتش هناك يعني، بس عديت بقى على جربن ستي اللي هي جنبها دي. جربن ستك؟ جربن ستك دي يا هبل اللي في بلدكو. البودي جارد ده يعني حارس خاص، عارفه ولا تروح تسال ستك؟ ما تقول يا دولا حارس خاص من الصبح يا عم، غفير يعني. غفير بس اللي هو بيلبس بدله وكرافته بقى، اهم حاجه انه بيحرس الشخصيات الهامه في المجتمع. الله يا دولا الله، انا قريتك خلاص، هتجيب اتنين يحرسونا صح؟
لا يا رمزي، انت عايز عشماوي مش حروسك عشان يخلصنا منك ويخلص مصر. دول انا مش فاهم حاجة بقى، انا غلب حماري. ما تقول من الاول مش فاهم، انا فهمك. انا يا سيدي هبقى بودي جارد للفنانين. الله يا دولا، يعني هتنضرب مكان البطل في الفيلم؟ يا ده الكومبارس يالا، البودي جارد ده اللي بذكائي بقى احرسهم واحميهم. الله يا دولا، طب ما تاخدني معاك يا دولا احملك ظهرك. تحملي ده يا دي، انا داخل حرب يالا. المهم انا عايزك الفترة اللي جاية دي وانا مشغول كبودي جارد، يعني عايزك تهتم بالبازار، عايزه يمشي زي ما هو، يعني مفيش شغل ولا حاجة. ها؟ عينيا يا دولا، ولا يكون عندك أي فكرة يا دولا. بص عايزك تحط في بطنك كده وانت تفاحة صيفي. بس أنا يا دولا ليا يعني طلب زغنطط كده. شكلك داخل على طامة، عايز زيادة في المرتب ولا ايه؟ الله يا دولا، الله فهمتني اخيرا، فهمتني. بص يا رمزي مفيش اي زيادة، عموما انا ما اشتغل ان شاء الله وابقى بودي جارد قد الدنيا والفلوس تجري في ايدي، محضر لك مفاجأة هايلة. ايه يا دولا هتعمل ايه يا دولا؟ هرفدك. مساء الخير، حضرتك هنا شركة بودي جارد العالمية؟ انت شايف ايه؟ انا شايف اليافطة، بس خايف ان اليافطة دي تكون فخ ولا حاجة. لا يا سيدي، الدار امان، اطمن، اتفضل استريح. طيب حضرتك ممكن بس تعرفني بنفسك في الاول كده؟ انا مراد العشماوي والدلع مارت. يا سلام، وانا عادل سعيد والدلع بروسلي. اي خدمة؟ حضرتك يعني انا كنت قريت اعلان اللي انتم منزلينه في جورنال طالبين فيه بودي جاردات، وانا شايف في نفسي صراحة الموهبة دي، قلت اجي اتقدم يعني. طيب يا سيدي اتفضل، دي استمارة تحط لي فيها كل بياناتك وتجيني بعد اسبوع عشان اللجنة تختبرك، وده كارت بتاع اخصائي تأهيل بودي جارد، تروح له هيدربك اسبوع تسمع كلامه مهما كان عشان تنجح في الاختبار. يا سلام، ربنا يخليك والله يا كابتن مرضي، يعني انت مسهل لي كل حاجة ما شاء الله. طب حضرتك يعني بس معلش، يعني اقدر اخد فكرة عن طبيعة الشغل؟ احنا شركة متخصصة بودي جارد الفنانين. حضرتك الفنانين زي مين يعني؟ احمد السقا طالب بودي جارد على وجه السرعة. احمد السقا طبعا عامل مشاكل كتيرة جدا في كل افلامه، يقعد يضرب الابطال اللي معاه، فاكيد بيبقى فيه حساسيات في الشغل ده، سهل يعني. واحمد رزق طالب اتنين. لازم احمد رزق يطلب اتنين طبعا، واحد يحرسه والتاني يحرسه بقى. وكمان احمد عز عايز واحد. احمد عز؟ ده اكيد احمد عز عايز حد يكون بيشيل حديد. حضرتك الاستاذ عكاشة فندام؟ انت مين؟ ومين اللي بعتك ومين اللي وراك؟ حضرتك انا ما عملش اي حاجه، حضرتك السلاح يطول، بعد اذنك نزل السلاح. الله يخرب بيتك يا مرده، الله يخرب بيتك.